أناس جاءوا من دون اسم ليصنعوا مكانا لهم في هذا العالم ثم يختفوا فجأة. لم يتم التعرف على هوياتهم أبدا أو حتى المكان الذي جاءوا منه، فقد بقوا أكثر الناس غموضا على مر التاريخ. دي بي كوبر هو اسم مستعار أطلق على الرجل الذي اختطف طائرة بوينغ 727 في 24 من نوفمبر عام 1971 بعد حصوله على 200,000 دولار كفدية، وقفز بالمظلة من الطائرة أثناء تحليقها فوق شمال غرب الولايات المتحدة. وحتى الآن لم يتم إيجاد دليل قاطع على شخصية كوبر الحقيقية، والنقود التي سرقها لم يتم استرجاعها أبداً. وتعتبر قضية كوبر هي القضية الوحيدة في عالم اختطاف الطائرات على مستوى الولايات المتحدة التي لم تحل. فالاسم الذي استخدمه على متن الطائرة كان دان كوبر، ولكن في وقت لاحق من خلال الصحافة أصبح يعرف باسم دي بي كوبر. ظهرت العديد من النظريات المتنافسة لتقديم تفسيرات لما حدث بعد قفزه من الطائرة، ولكن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقد أنه لم يبقى على قيد الحياة.